أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: قبل السحور بساعة أو قبل أذان الفجر بساعة، لو كان مفروض اليوم رمضان، أول يوم رمضان. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في أول أيام شهر رمضان في القطاع، ارتقاء عشرات الشهداء بقصف في رفح وحي الزيتون، واستشهاد أطفال جدد من جراء سوء التغذية بسبب الحصار. وغداة استهدافها الاحتلال بالمسيرات والصواريخ، المقاومة تواصل التصدي لها وتخوض شبكات ضارية غرب خان يونس وشرق غزة. وفي الضفة مقاومون يشتبكون مع الاحتلال في طول كرم وقلقيلية، والفلسطينيون يتصدون لاعتداءاته على أبواب الأقصى، ومستوطنون يستبيحون ساحات المسجد. وعلى جبهة جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية تستهدف بأربع مسيرات مقرا عسكريا للاحتلال في ثكنة كيلع ومواقع وتجمعات له، وإعلامه يقول: ندفع أثمانا باهظة في المواجهة مع حزب الله. وعلى جبهة اليمن، الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن هجوم جنوب غربي الصليف وغارات أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى شمال غرب الحديدة. وفي هذه الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. شكرا دينا. في اقتصاد الظهيرة لليوم: خسائر الاقتصاد الفلسطيني في الإنتاج تتجاوز ملياري دولار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتداعيات تطال قطاعات أخرى. إذن هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في هذه الظهيرة، ونبدأ من العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 57 بعد المئة بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك في غزة. هذا فيما واصلت المقاومة تصديها للاحتلال في الضفة والقطاع، وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان لها أن هذه المقاومة مستمرة وستواصل ضرباتها وصولاتها انطلاقا من الميادين والساحات كافة، ولا سيما في غزة والضفة الغربية. أفاد مراسل الميادين في غزة بارتقاء 16 شهيدا من جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال كان قد نفذ أيضا عمليات نسف في منطقة حمد شمال غرب خان يونس جنوب القطاع، حيث شن في الساعات القليلة الماضية مزيدا من الغارات. أما في مدينة غزة فقد ارتقى عشرة شهداء على الأقل بينهم أطفال ونساء بغارة على منزل قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوى جنوب المدينة أو مدينة غزة. وفي مدينة رفح استهدف الاحتلال نازحين في حي الجنينة شرق المدينة تزامنا مع وقت سحور فجر اليوم الأول من شهر رمضان في القطاع. قبل السحور بساعة أو قبل أذان الفجر بساعة، لو كان مفروض اليوم رمضان، أول يوم رمضان. بيت مواطنين، ما لناش في أي حدا، ناس طبيعية نايمة في أمان الله في بيتها، صحينا لقيناهم مستشهدين على السحور. إنه البيت تدمر وانحرق، وياك أنت شايفه أشلاهم، فأنا كانت هاي شعر البنت هيو، وهي أوعى يوم وتجاي ما انت شايف. وكانت مواقع التواصل قد وثقت مشاهد استهداف خيم النازحين في حي الجنينة شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات واشتعال النيران في خيمهم، وذلك في أول سحور رمضاني لهم في الشهر الفضيل. تعالوا.
ومن رفح معنا مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد، مرحبا بك. في البداية، يعني آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية خاصة ونحن في أول أيام شهر رمضان المبارك. أحمد، مروان، العدوان الإسرائيلي ما يزال متواصلا حتى في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك دون مراعاة أي حرمة لدماء المدنيين أو الأطفال، أو حتى يعني دون وازع تواصل إسرائيل عملية استهداف المنازل المدنية المأهولة. خلال 24 ساعة الماضية الجيش الإسرائيلي ارتكب عددا من المجازر راح ضحيتها العشرات من الشهداء حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وبطبيعة الحال أعتقد أن الأرقام ليست مهمة طالما أن الجريمة الإسرائيلية بحد ذاتها متواصلة دون أن تعير انتباها أو اهتماما للعالم أو حتى يعني القانون الدولي الذي يحرم قتل المدنيين العزل. على كل حال، سأبدأ من شمال القطاع، أو عفوا من مدينة خان يونس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية استهداف مدينة حمد بعد أن كان فجر هذا الصباح عددا من أبراجها سواء القصف من الطائرات من الجو، وكذلك أيضا عملية نسف هذه الأبراج السكنية، وكذلك أيضا قام بنسف عدد من المباني في منطقة القرارة إلى الشمال الشرقي من مدينة خان يونس. وواصلت المدفعية عملية استهداف الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة، فيما لا يزال المئات من المواطنين محاصرين داخلها لا يستطيعون المغادرة بعد جملة من عمليات الاعتقال أو تنفيذ عمليات اعتقال واسعة من قبل الجيش. نقل المئات من المعتقلين إلى مراكز الاعتقال، بعضهم قد أفرج عنه، ولكن اليوم أعلنت الوزارة، وزارة الداخلية، عن إطلاق الجيش الإسرائيلي سراح أكثر من 56 معتقلا كان قد اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من مناطق مختلفة من القطاع، بعضهم ظهرت عليه علامات التعذيب أثناء التحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي. كان هناك عدد أيضا من الإصابات في استهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة القرارة، نقلوا على إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط المدينة. الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الأطراف الشرقية والشمالية لمخيمي البريج والمغازي، وكذلك الأطراف الشرقية لمنطقة دير البلح، واستهدف بالمدفعية والغارات الجوية مناطق مفترق الشهداء والمغراقة، وكذلك الأطراف الشمالية الغربية لطبعا النصيرات. بالانتقال إلى مدينة غزة، فإن الجيش الإسرائيلي قبل قليل قد شن سلسلة واسعة من الغارات الجوية، طالت حي الرمال، حي تل الهوى، وكذلك مناطق الشيخ عجلين. ارتكب مجزرة مروعة الليلة أو فجر هذا اليوم باستهداف منزل لعائلة أبو شمالة في حي الزيتون، راح ضحيته 16 فلسطينيا بينهم أطفال وشباب ونساء، ولا يزال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل المدمر. المدفعية الإسرائيلية تقصف بعنف الأطراف الجنوبية والشرقية لحي الزيتون، وكذلك كان هناك استهداف في منطقة دوار الدحدوح في تل الهوى لأحد المنازل، ما أسفر عن ارتقاء أعداد من الشهداء والجرحى، وكذلك وجود عدد من المفقودين. لا تستطيع سيارات الإسعاف في الحقيقة الوصول إلى معظم المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، خاصة أن الجيش يتواجد في المناطق الجنوبية لتل الهوى، وهذا يصعب عمل أجهزة الدفاع المدني وكذلك أجهزة الإسعاف في الوصول إلى هؤلاء طبعا الشهداء والجرحى. وكذلك أيضا في أقصى شمال القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي هذه الليلة منزلا لعائلة أبو ناصر، راح ضحية هذا القصف عدد من الشهداء وكذلك عدد من الجرحى، واستهدفت الأطراف الشمالية والشرقية لجباليا وبيت حانون. في المنطقة، يعني في منطقة رفح، الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة استهدف منزلا في حي الصبرة دون أن يبلغ عن وقوع شهداء، ولكن كان هناك عدد من الإصابات، وكذلك أيضا كان هناك استهداف بالقرب من مخيم الشاطئ، لم يبلغ عن وقوع إصابات في هذا القصف. وواصلت الزوارق الحربية استهداف الأطراف، أطراف حي الشاطئ، وكذلك المناطق الشمالية المتاخمة للشاطئ بوابل من القذائف. في النصيرات وسط القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا راح ضحيته 3 شهداء و9 إصابات جراء غارة إسرائيلية من الجو. وكذلك أيضا مروان، في رفح جنوب القطاع، الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنين
شرقي رفح أسفر عن ارتقاء 3 شقيقات من عائلة بركات، والمدفعية أيضا تواصل استهداف الأطراف الشرقية، فيما أغارت طائرة من الجو على حي السلام، أرض فارغة في حي السلام على الحدود المصرية الفلسطينية. وزارة الصحة هذا اليوم كما ذكرت أعلنت عن ارتقاء أو ارتكاب الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة 7 مجازر راح ضحيتها 67 شهيدا ووقوع 106 جرحى، ولا زال هناك أعداد من المفقودين تحت الأنقاض. وقال الدكتور أشرف القدرة بأن حصيلة شهداء الجوع وسوء التغذية ارتفعت إلى 27 بعد ارتقاء طفلين أو استشهاد طفلين هذا اليوم نتيجة الجفاف وسوء التغذية في المناطق الشمالية. وقال أيضا بأن أكثر من 2000 من الطواقم الطبية في المناطق الشمالية يعانون سوء التغذية أيضا، وقد نحلت أجسادهم وهم على رأس عملهم ودون أن يتوفر لهم أي وجبات سواء للفطور أو السحور هذا اليوم مع دخول شهر رمضان المبارك. وطالب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة العالم بضرورة السماح بإدخال المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع ولا سيما إلى الأطقم الطبية بما يساعدها على إتمام عملها. مدير مستشفى أبو يوسف النجار كان له اليوم تصريحات عن انتشار أمراض معدية بين الأطفال من بينها جدر الماء، وقال بأنه لا يوجد علاجات لأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك من المرضى من فقد حياته نظرا لعدم توافر الدواء. وقال أن ما يدخل من مساعدات غذائية وطبية يغطي 3% من احتياجات وزارة الصحة، ومستشفى أبو يوسف النجار يوجد به 63 سريرا، في حين أن عدد الجرحى داخل هذا المستشفى 250 جريحا، وهذا دلالة يعني خطيرة على أن هذا المستشفى يتحمل أكثر من طاقته الاستيعابية بكثير. ولكن لا قدر الله إذا ما نفذ عدوان واسع على رفح فإن القطاع الصحي في هذه المدينة الهشة ربما يشهد انهيارا تاما في ظل أوضاع غاية في الصعوبة وتحكم إسرائيلي في دخول المساعدات الطبية إلى غزة وحتى يتحكم في نوعية هذه المساعدات. نعم أحمد. التي تدخل إلى القطاع الصحي. شكرا لك من رفح مراسل الميادين الزميل أحمد غانم. ومن هذا المشهد ننتقل مشاهدينا إلى المشهد في جنوب لبنان على الجبهة الشمالية مع فلسطين المحتلة أو الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة مع الزميل علي مرتضى. علي، منذ قليل كنا نتحدث عن إيران مباشرة باتجاه هدف عسكري في الجليل الغربي وسفارات الإنذار تدوي في شتولة، وبالتالي ماذا في التطورات والتفاصيل الإضافية؟ نعم صحيح، بالفعل رصدت نيران مباشرة من لبنان أطلقت باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. طبعا هذه النيران لم نستطع التحديد أين ذهبت وأين وماذا استهدفت، ولكن تطبيق الإنذارات في لدى كيان الاحتلال أشار إلى إنذارات في منطقة شتولة. إذن وهذه المنطقة هي دائما يعني هي محاطة أصلا بالمواقع العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف تقريبا يوميا، وبالتالي يمكننا أن ننتظر قليلا لتتبنى الجهة التي استهدفت هذا الموقع لنعرف ماذا استهدف، ولكن بالتأكيد أن نيران مباشرة من لبنان أطلقت باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. طبعا هذه العملية تضاف العملية غير المتبنات تضاف إلى 3 عمليات تبناهما أو تبناهم حزب الله، برزت بينهم العملية الثانية التي استخدم فيها 4 مسيرات انقضاضية واستهدف فيها مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، وأصابت هذه الأهداف بدقة. بالأمس المقاومة أرسلت مسيراتها باتجاه جبل الشيخ، اليوم المقاومة ترسل مسيراتها باتجاه الجولان السوري المحتل في المرتين، ورغم محاولات الاحتلال اعتراض الأهداف التي تدخل واعتراض هذا التسلل الجوي من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية لأنه فشل في اعتراض هذه الأهداف. وطبعا هذا يوضح كما سبق وقلنا بالأمس بأن بالأساس الهجوم بجبل الشيخ بواسطة المسيرات الانقضاضية ولافت لأنه يتخطى قدرة الدفاع الجوي الإسرائيلي. اليوم باتجاه الجولان السوري المحتل أيضا هذا لافت، والمنطقتين بعيدتين نسبيا على الحدود اللبنانية، والوصول إلى هكذا هدف ثكنة كيلع هكذا هدف حيوي في الجولان السوري المحتل وإصابة أيضا مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخ، يعني علينا أن ننتبه بالهدف، الهدف هو مقر الدفاع الجوي، وبالتالي الهدف الذي ضرب من المفترض أن يسقط الطائرات التي ذهبت لتضربه، ولكن فشل القبة الحديدية وفشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية أو ذكاء المقاومة الذي استطاع التحايل على كل هذه الأمور التي تقف بوجهه، وضرب السلاح الذي يجب أن يسقط المسيرات أصيب بهذه المسيرات
في الجولان السوري المحتل. بالتوازي طبعا كان هناك تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات، هذه التلة القريبة من مستوطنة المنارة، بالتحديد كانوا يتحركون شمال موقع البغدادي. هذه القوة استهدفت طبعا بالأسلحة المناسبة ووقع أفراد بين قتيل وجريح، وكذلك كان هناك استهداف لموقع جل العلام، المقاومة قالت بالأسلحة المناسبة تم استهداف هذا الموقع. طبعا نحن رصدنا نيران ثقيلة لأن كمية الانفجار التي أو صوت الانفجار الذي سمع وصولا إلى الأراضي اللبنانية كان ضخما، ربما الهدف الذي أصيب أدى إلى انفجار، وظننا بأن أسلحة ثقيلة. بكل الأحوال المقاومة تركت الخيار مفتوح لتقول بأنها استهدفت موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة. هذا بالنسبة لعمليات المقاومة على طول الحدود. أما بالنسبة لاعتداءات العدو الإسرائيلي فقد تركزت قذائف المدفعية باتجاه أطراف يارون، رامية أيضا تعرضت لقذائف مدفعية، الخيام في تل الحمامس كان هناك إطلاق قذائف مدفعية، بالإضافة إلى غارة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف بلدة الجبين في القطاع الغرب. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسلنا من جنوب لبنان. ونبقى في لبنان حيث أفادت مصادر كنسية بأن قضية الراهبة مايا زيادة ستتم معالجتها داخل المطبخ الكنسي الداخلي ولن يتم إبعادها أو إقصاؤها. وكانت الراهبة زيادة قد تعرضت لحملة تحريض بعد إشادتها بالمقاومة ومجاهديها الذين يدافعون عن الجنوب والأراضي اللبنانية، وحظيت كلمة زيادة بدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما انتقدها آخرون لدعمها المقاومة في ظل ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات تطال المدنيين. جمعة الماضي حنينة كيف أنا بعمل وطن إذا ما بعرف حب الجنوب؟ في تلاميذ بعمركم بيقولوا نحن ما عندنا أحلام غير إنه نحن أرضنا. هذا بالجنوب اليوم بدنا نصلي للجنوب، لأطفال الجنوب، لأهالي الجنوب، لأمات الجنوب، لرجال المقاومة بيقولوا صرنا يا أرض، لأنه هود رجال من لبنان، هود رجال عم بيتعبوا ليحموا هالوطن، وإذا نحن ما صلينا لهم وما حبيناهم بغض النظر عن شو بنفكر بنكون خونا بحق أرضنا بحق وطننا وبحق كل كتاب بنفتحه وبنقرأ فيه. من إلى العبرة تحمي شبابنا وولادنا وطننا، لأنه عم يمرق بمحنة كتير صعبة وما في غير المحبة والتعاضد بجمعنا وبقومنا وبمشاركنا. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من القدس المحتلة المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سيباستيا للروم الأرثوذكس في القدس. نرحب بحضرتك حضرة المطران، ونسأل في البداية عن تعليق وكيف تقرؤون هذه الخطوات وهذه الحملة تجاه هذه الأخت الراهبة مي زيادي التي دعت إلى الصلاة للمجاهدين والمقاومين في لبنان الذين يساندون ويناصرون غزة ويدافعون عن غزة في هذه الأوقات الصعبة ويحملون لواء القدس أيضا، والقدس هي بوصلتهم أيضا وشعارهم والهدف الأساسي لهم. يعني يحق لهذه الراهبة الأخت الراهبة أن تعبر عن موقفها الوطني، ولا يجوز التحريض عليها أو الإساءة لها بسبب أنها عبرت عن موقفها المبدئي الوطني. وحقيقة أنا ما أود أن أتطرق إليه أن هنالك جهات مشبوهة، وهذا طبعا ليس في لبنان فقط، حتى في فلسطين، حتى في أماكن أخرى هنالك جهات مشبوهة لربما مرتبطة بالصهيونية أو باللوبي الصهيوني إلى آخره، التي تحرض على الأصوات المسيحية الوطنية التي تدافع عن فلسطين وتدافع عن القدس وتدافع عن القضايا العادلة في هذا المشرق. نشهد طبعا اليوم ازدادت هذه الظاهرة بسبب وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، هنالك حملة ممنهجة تستهدف شخصيات مسيحية وطنية دينية وغير دينية، تتبنى مسألة الدفاع عن فلسطين ومسألة الدفاع عن غزة وعن القضية الفلسطينية. طبعا هؤلاء نحن نعرف جيدا أجنداتهم وأهدافهم
ومن يقف خلفهم. طبعا نحن لا نعرف الكثير من التفاصيل حول مسألة الراهبة، ولكن بغض النظر نحن نتضامن ونقف إلى جانبها ونرفض يعني المساس بها بسبب أنها عبرت عن موقفها، وهذا هو موقف الكثيرين. أعتقد أنها لا تمثل فقط نفسها، تمثل الكثيرين من أبناء المجتمع اللبناني. طبعا يعني المسيحيين في هذا المشرق وفي الوطن العربي، نحن نتحدث عن فلسطين، عن سوريا، عن لبنان، عن الأردن، عن مصر، عن العراق، المسيحيون في هذه المنطقة العربية هم أصيلون في انتمائهم للعروبة، في انتمائهم للإنسانية، في انتمائهم للقضايا الوطنية. وعندما يدافع المسيحيون عن أوطانهم وعن قضاياهم العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، إنما يعبرون عن موقفهم السليم ويدافعون عن أنفسهم، لأن المسيحيين في هذا المشرق ليسوا أقليات أو جاليات في أوطانهم، هم مكون أساسي من مكونات هذه الأوطان وهذا المشرق وهذه الأمة العربية التي نفتخر بانتمائنا إليها، ونتمنى أن تكون أوضاعها في المستقبل أفضل حالا مما هو عليه اليوم. نحن في الوقت الذي فيه نتضامن مع هذه الراهبة ومع كل الأصوات المسيحية الوطنية المستهدفة، نناشد وننادي بأن تتوحد الجهود وتتضافر الجهود من أجل وقف العدوان ووقف هذه الحرب التدميرية الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة. ومع هذه الدعوة حضرة المطران، اليوم حضرتك أشرت إلى حملات تحريض يتعرض لها الكثيرون أو مسيحيون كثيرون بفعل مواقفهم الوطنية المساندة للقضايا الوطنية والقضية الفلسطينية تحديدا. اليوم إلى أي مدى نستطيع الحديث عن جهات غربية تضغط على أعضاء داخل الكنائس؟ نحن نتحدث عن فلسطين المحتلة طبعا. أنا لست من أولئك الذين يتبنون مسألة يعني نظرية المؤامرة. طبعا المؤامرات موجودة، والمسيحيون العرب المسيحيون في هذا المشرق يتعرضون لحملات ومنذ سنين بهدف سلخهم عن انتمائهم لأوطانهم. يريدون للمسيحيين في فلسطين مثلا أن يكونون بعيدين عن هويتهم الوطنية وانتمائهم لقضيتهم، وهذا ما يحدث في لبنان، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في أماكن أخرى. الغرب المتصهين، الغرب الذي فيه تأثيرات للصهيونية، يريد للمسيحيين في هذا المشرق أن يبتعدوا عن هواجسهم الوطنية وهمومهم الوطنية، وأن ينعزلوا عن هذه القضايا وأن يتقوقعوا في إطار طائفي. ولكن نحن يجب أن نتحلى بالوعي أمام كل هذه التحديات والمؤامرات، وأن نقول وبصوت واضح وبموقف صريح أن المسيحيين في هذا المشرق ينتمون بكل جوارحهم إلى هذا المشرق وقضاياه العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. لسنا طائفة، لسنا جالية، لسنا أقليات، نحن ننتمي إلى هذه الأرض، جذورنا عميقة في تربة هذه الأرض. المسيحية انطلقت رسالتها من هذه الأرض، ومن واجبنا ومن منطلقات إنسانية وروحية ووطنية أن ندافع عن أوطاننا، أن تبنى مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية وخاصة هذه القضية هي قضية المسيحيين وهي قضية المسلمين وهي قضية كل إنسان حر في هذا العالم بغض النظر عن انتمائه الديني أو هويته الثقافية. المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سيباستيا للأمور الأرثوذكس في القدس، حدثنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لحضرتك. وبالعودة إلى غزة، تواصل المقاومة تصديها للاحتلال على عدد من محاور القطاع، حيث تخوض اشتباكات ضارية في منطقة بني سهيلة قرب مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خان يونس، وكذلك في جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كتائب القسام كانت قد أعلنت قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة، وذلك في عملية أهدتها للمقاومة اليمنية ولقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. بنقول لجيش العدو الصهيوني وجنوده هنصيدكم زي ما بنصيد الباط، وهتكون غزة مقبرة إلكم، وهذه العملية بنهديها إلى المقاومة اليمنية وإلى زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي. بسم الله، الله أكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي غضون ذلك أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بسقوط 3 جرحى نتيجة تحطم مروحية في بئر السبع. هذه المروحية تحطمت في قاعدة نيفاتيم الجوية على إثر ارتطامها بالأرض من ارتفاع منخفض بعد اصطدامها بعمود. أما الجنود الذين كانوا على متن المروحية فأصيبوا بجروح طفيفة للغاية. إلى ذلك أوضح تقرير لمفوضة شكاوى جنود الاحتلال يسلط الضوء على الثغرات في جيش الاحتلال ومعاناة جنوده، أنه خلال الأشهر 3 الأولى من الحرب ارتفعت نسبة شكاوى الجنود إلى 265% نتيجة نقص أعتدة قتالية والعديد من الحاجيات، إضافة إلى عدم توفر مكان لكل الجنود في الغرف المحصنة بسبب التجنيد الواسع للاحتياط في بداية الحرب. إلى ذلك أعلن مدير مستشفى كمال عدوان استشهاد 3 أطفال آخرين بسبب سوء التغذية، ما يرفع عدد الأطفال المتوفين مستشهدين من جراء ذلك إلى 21 طفلا. وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن استشهاد 2 بسبب سوء التغذية ونقص أو نقص الإمدادات الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة الجوع وسوء التغذية إلى 27 شهيدا. وإلى الضفة الغربية، حيث ذكر الإعلام الإسرائيلي اليوم أنه استعدادا لشهر رمضان وضعت السلطات الإسرائيلية في الضفة قوات يبلغ عددها ضعفي القوات الموجودة في قطاع غزة كله، وذلك في أجواء ذروة التأهب الأمني خوفا من عمليات فلسطينية. وجاء ذلك مروان فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته في الضفة وأخيرها في مخيم قلقيلية، حيث تصدى لها الفلسطينيون. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا على الأقل في مخيم بلاطة بنابلس وآخرين في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله. وكانت قوات الاحتلال قد خلفت دمارا واسعا في حارة المنشية بمخيم نور شمس خلال اقتحامها، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون للاحتلال باستهداف آلية له بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم طول كرم. وأعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاتليها وضمن معركة طوفان الأقصى فجروا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال على محور المنشية في مخيم نور شمس، ما أدى إلى إعطابها وتحقيق إصابات فيها. كذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها خاضوا الشباكات مع قوات الاحتلال في طول كرم وقلقيلية واستهدفوا الآليات بالعبوات الناسفة. وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال في القدس على فلسطينيين أثناء توجههم لأداء صلاة تراويح أول أيام شهر رمضان المبارك. وفور إعلان ثبوت شهر رمضان توافد المئات إلى المسجد الأقصى، لكن قوات الاحتلال منعت الرجال دون سن 45 من الدخول إلى باحات المسجد وعززت انتشارها في البلدة القديمة ووضعت متاريس حديدية في الطرق وأقدمت على التدقيق في هويات الوافدين. هذا ويتعرض أهالي مختلف مناطق الضفة للمضايقات والمنع من الوصول إلى القدس. Thank you.
وفي الوقت نفسه سمح الاحتلال لأكثر من 270 مستوطنا باقتحام ساحات المسجد الأقصى اليوم بحماية من الشرطة. وإلى لبنان، أو بالعودة إلى لبنان، فقد نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف آلية نميرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية. إلى ذلك، ترتفع أصوات المستوطنين في الشمال غضبا من أداء الحكومة والجيش الإسرائيلي في معالجة تهديد حزب الله. وقد حذر خبراء من الثمن الباهظ الذي تدفعه وستدفعه إسرائيل في أي مواجهة واسعة مع حزب الله. تقرير منال إسماعيل. ارتقاء مستوى التصعيد على الجبهة الشمالية رفع معه مستوى الغضب لدى المستوطنين في مستوطنات الشمال الفارغة على الحكومة والجيش الإسرائيليين، وفتح باب التساؤلات واسعا بشأن مدى استمرار حرب الاستنزاف التي يعيشها المستوطنون هناك، ولا سيما في ظل غياب أي أفق لحل قريب. كل ما يحصل اليوم هو بسبب نتنياهو وأسرته. هو لا تهمه هذه الدولة ولا المخطوفون، لا يهمه شيء. أنا أعيش وحدي هنا، زوجتي في مكان وأولادي في مكان آخر. انظري ما الذي تسبب به هنا. الأشخاص أتوا إلى هنا لحياة طيبة وخرجوا كمطرودين وكمشردين. لا يمكن العيش هكذا. رؤساء مستوطنات الشمال الذين هددوا بتصعيد خطواتهم إذا لم تتم معالجة الوضع على الأرض كما يجب، حذروا من حجم الأضرار التي لحقت بالمستوطنات وغياب التحصين في معظمها. الحكومة الإسرائيلية هي للأسف في غفلة عن قضية الشمال. في اجتماع رؤساء السلطات المحلية في الشمال قررنا خطوات عملية إذا لم يستجيبوا لنا قبل الأسبوع المقبل، وذلك مع السكان الذين تم إخلاؤهم والموجودين في فوضى كاملة وعدم سيطرة ولا يعرفون ماذا يحصل ولا يوجد أفق. أشعر بأنهم تركونا في الخلف ونسوا الشمال. هناك أضرار في الممتلكات والبنى التحتية العامة والطرقات والساحات. كل ما يمكن تخيله يجري هنا في المطلة. وفيما يسيطر الهلع على المستوطنين الذين يسارعون إلى التزود بما يلزمهم في حالات الطوارئ بمجرد الحديث عن الحرب مع حزب الله، حذر خبراء من الأثمان الباهظة التي تدفع وستدفع في المواجهة مع حزب الله، وهي تتجلى في قتل جنود ووقوع إصابات وشل روتين الحياة وأضرار اقتصادية وتدمير بنى تحتية مدنية وعسكرية وأمنية. منال إسماعيل، الميادين. وفي سياق متصل، أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان ارتقاء ثلاثة من قادتها على طريق تحرير الأرض والقدس وفلسطين وعلى درب الجهاد والمقاومة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في العرقوب في جنوب لبنان. وللمزيد من التفاصيل معنا من شحيم من جبل لبنان، مراسل الميادين من هناك، زميل جمال الغربي. إذن جمال، يعني ثلاثة شهداء من قادة الجماعة الإسلامية
من كتائب الفجر الجناح العسكري للجماعة ارتقوا على طريق تحرير الأرض وفلسطين والقدس في جنوب لبنان. مزيد من التفاصيل معك حول ظروف استشهادهم جمال. نعم مروان، يعني منذ قليل شيعت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشهيد محمد إبراهيم في بلدة الهبارية في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. الآن الجماعة الإسلامية أو بالأحرى قوات الفجر تستعد لتشييع الشهيد الدكتور حسين هلال درويش ابن بلدة أشحيم، هذه البلدة التي تقع في محافظة جبل لبنان. الشهيد درويش كان قد ارتقى أمس مع اثنين من مجاهدي قوات الفجر في المواجهات البطولية التي خاضتها قوات الفجر بحسب البيان الصادر عنها. أيضا يعني تشييع شعبي حاشد وكبير في بلدة أشحيم بمشاركة القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية في هذه البلدة. الجموع بدأت تتقاطر الآن هنا إلى ملعب بلدة أشحيم حيث ستقام صلاة الجنازة على روح الشهيد الدكتور درويش بمشاركة حشد شعبي وشبابي كبير، إضافة إلى تقديم عرض لثلة من مشاهدي كتائب قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية. أيضا ستشيع قوات الفجر يوم غد الشهيد محمد محدين في العاصمة اللبنانية بيروت. هنا لابد من الإشارة إلى أمر أساسي، أنه منذ ملحمة طوفان الأقصى وقوات الفجر قامت بعدد من العمليات البطولية ودكت العديد من المستوطنات بالصواريخ، وتحديدا نحن نتحدث يعني عن ضربات موجعة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي من قوات الفجر، حيث دكت يعني تحديدا بشكل أساسي مستوطنة كريات أشمونة. أيضا في نفس الوقت يعني 5 شهداء إضافة يعني شهيدان وثلاثة شهداء نعتهم قوات الفجر، ليرتفع عدد شهداء قوات الفجر منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى حتى الآن إلى 5 شهداء على طريق تحرير الأرض وطريق القدس وطريق فلسطين. هذا الشعار الذي رفعته قوات الفجر منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى، حيث كما ذكرنا قامت بالعديد من العمليات. أمر أساسي لابد من الإشارة إليه، يعني مروان، الجنوب اللبناني شهد عدة تشييعات اليوم، وأيضا يعني محافظة جبل لبنان تشهد تشييع بمشاركة شعبية حاشدة. هذا إن دل على شيء فهو يدل على الاحتضان الشعبي من كافة الفئات وفي كافة المناطق اللبنانية لخيار المقاومة، لخيار مساندة الشعب الفلسطيني، وهذا ما نراه في الصورة هنا في بلدة أشحيم في محافظة جبل لبنان. يعني أيضا لابد من الإشارة إلى أمر أساسي، إلى أن العديد يعني من كوادر قوات الفجر يتعرضون لملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومعلومات الميادين تقول بأن أحد أبرز قياديي كتائب أو بالأحرى قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية كان قد نجا بأعجوبة من عدة محاولات اغتيال نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. شكرا لك الزميل جمال الغربي يعني على هذه التفاصيل، كنت معنا من شحيم. وإلى اليمن، حيث أفاد مراسلنا بشن طائرات أمريكية بريطانية غارات على منطقة رأس عيسى في الصليف شمال غرب الحديدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت قد أعلنت عن تعرض إحدى سفنها لهجوم في البحر الأحمر، ونشرت الهيئة على منصة إكس بيانا تفيد فيه بتلقيها بلاغا بوقوع حادث هجوم على بعد 70 ميلا بحريا غرب الصليف جنوبي البحر الأحمر.
وإلى تونس، حيث ينظم المرصد الجهوي لمناهضة التطبيع بمدينة بنزرت شمال البلاد مسيرة شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أول يوم من شهر رمضان المبارك. وللمزيد ينضم إلينا من هناك الزميل عماد شتارة. نرحب بك عماد ونسأل عن كافة التفاصيل والحيثيات فيما خص هذا التحرك، وأيضا كيف يبدو المشهد لديك؟ رمضان كريم. بداية، نحن الآن في مدينة بنزرت، مدينة الجلاء التي طرد منها آخر جندي للاحتلال الفرنسي من تونس، ونأمل أن ننسج على هذا المنوال لتطرد فلسطين آخر جندي صهيوني من أراضيها. نأمل أن يتحول هذا الطوفان إلى حرب تحرير نستعيد بها كل الأراضي الفلسطينية. هنا في بنزرت الآن بعد قليل في العاصمة هي صرخة صائم تضامنا مع إخواننا في فلسطين المحاصرين المجوعين منذ ما يزيد عن 5 أشهر. اسمحي لي بأن ينضم إلينا في هذه التغطية السيد جبر فياض، مناضل فلسطيني مقيم في تونس. صرخة صائم من تونس، هل يصل صداها إلى فلسطين؟ نعم، هذه صرخة توصل صداها يعني إلى فلسطين. هؤلاء أصحاب الضمير، هؤلاء الذين يعبرون عن شرف يعني الأمة العربية يصرخون. نعم، هذا طوفان يعني رمضان، هذا طوفان رمضان، ستكون المعركة الكبرى في رمضان إن شاء الله، والكيان الصهيوني سيتم هزيمته على بأيدي وسواعد المقاومة يعني الفلسطينية. نعم سيد جبر، في رمضان يتواصل القصف، يتواصل التجويع، ويتواصل الحصار على الفلسطينيين. يعني اليوم أليس من رسائل أكثر من هذه لتستنهض الجماهير العربية لتهب إلى الشوارع لتخرج في نصرة فلسطين؟ نعم، نحن نطالب جميع الجماهير يعني العربية والإسلامية الخروج إلى الشوارع والصرخة. وهذا رمضان يعتبر شهر يعني الجهاد، دائما كل إنسان يخرج إلى الشوارع فهو مشارك في هذه المعركة، هو يقف مع أبناء شعبه، مع أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء المقاومة الفلسطينية. وهناك الآن استعملوا جميع الوسائل لتركيع هذه المقاومة، ولكن خسروا. المقاومة انتصرت عسكريا، هم هؤلاء الموجودين الصهاينة والأمريكان انتصروا على المدنيين، انتصروا على الأطفال، لكن المقاومة انتصرت عليهم عسكريا وكبدتهم خسائر بالدبابات. هذه الدبابات التي انصهرت بقذائف الياسين، هذه القذائف الصناعة يعني الفلسطينية من أبناء فلسطين. ونحن نقول من بنزرت، نقول إن شاء الله من بنزرت يعني إلى فلسطين. إذن دينا، هذه الفعالية تشارك فيها مختلف يعني منظمات المجتمع المدني في البلاد، شاهدنا أطباء، محامين من كل يعني أطياف الشعب هنا في مدينة بنزرت خرجوا يعني لتوجيه صرخة صائم تضامنا مع أهلنا في فلسطين في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا لك عماد شتارة، مراسلنا من بنزرت في تونس. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى موجز الاقتصاد في هذه الظهيرة مع الزميل عبد الله ظاهر. من جديد مساء الخير. مرحبا دينا ومروان. أهلا بكم. تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها $2,300,000,000 خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب الجهاز المركزي للأحصاء، فقد توقفت عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة بشكل تام، فيما شهدت تراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية بخسارة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، فيما قدر المركز عدد العاطلين من العمل في قطاع غزة بأكثر من 153,000 عامل، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة شمال غزة ولا تجد ما تقتاط عليه. وأضاف القدرة أن الطواقم الطبية شمال القطاع أجسادهم هزلت نتيجة عدم توفر وجبات طعام، وأشار إلى أن أكثر من 2,000 كادر صحي شمال غزة سيبدأون رمضان بلا سحور أو إفطار.
وطلب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة لتتمكن الطواقم الطبية من ممارسة عملها. انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من العام الماضي مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من جراء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية فإن الربع الذي اندلعت فيه الحرب انكمش الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من التقديرات، فسجل 20.7% على أساس سنوي، وذلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. ارتفع مستوى البطالة في تركيا إلى 9.1% في كانون الثاني يناير مقارنة ب8.9% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفقا لمعهد الإحصاء التركي زاد معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6%، كما زاد مستوى المشاركة في القوى العاملة إلى 53.9%، وارتفع مقياس معدل البطالة الواسع إلى 26.5%. للمرة السادسة ينفذ سائقو القطارات في ألمانيا أضرابا جديدا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور بعد انهيار المحادثات بين النقابة وشركة السكك الحديدية الحكومية دوتشي بان. والإضراب يستمر يوما واحدا للمطالبة بزيادة الأجور وخفض ساعات العمل وسط مطالبات بإبرام اتفاقيات جماعية لتنظيم عمل المناوبين. كما انضم العمال في شركة لوفتهانزا للطيران إلى الإضراب مطالبين أيضا بتعديل الأجور وتحسين ظروف العمل. مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى شحيم في جنوب لبنان، وكلمة للأمين العام للجماعة. الأمر الثاني إلى الأخ الحبيب، إلى العالم الصابر المحتسب، إلى العالم الجليل، إلى الفقيه المميز، وإلى الوالدة المكلومة أم حسين، وإلى العائلة الكريمة المباركة، هنيئا هنيئا لكم ذلك الاصطفاء. اصطفاكم الله تعالى وحباكم بهذا الشرف وتلك المنقبة العظيمة التي يسعى إليها الصادقون المحبون المخلصون. ولا ندري في هذه الساعة، ونعذركم في ذلك، خاصة حينما تختلط دموع الفرح بعرس الشهادة ودموع الحزن لألم الفراق، تختلط الأحاسيس والمشاعر في هذه اللحظات. أنفرح بأن اختاره الله تعالى شهيدا وكرمه وهو عند ربه وعند مولاه الآن بنص القرآن، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء وضع خطا أحمر تحت كلمة عنده، فهم عند الله، وما أطيبه من مقام أو من مقام. فهنيئا لكم ذلك الاصطفاء. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء بأطيب حياة، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الله أكبر، ما أطيبه من وعد، فهو عند ربه، عند ربه سبحانه وتعالى، عند الجواد الكريم. ولا أدري ما السر في أن تتوافق تلك الشهادة مع الليلة الأولى التي تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران، أن تتوافق تلك الشهادة مع الليلة الأولى، يبدو أنها من عاجل البشرى لولدنا ولحبيبنا الحسين. النقطة الثالثة أيها الأحباب، صحيح أن القلب يتفطر ويحزن، لكنني أقول
نحن في الجماعة الإسلامية قد عاهدنا الله عز وجل وصدقنا في ذلك، فنحن نقدم أبناءنا وقادتنا في سبيل مشروعنا وفي سبيل الله. نحن حينما نتحدث عن مشروع التحرير، تحرير الأرض والمقدسات، لا نطلق ذلك على أنه ادعاء، بل على أنه حقيقة. وأكبر دليل على تلك الحقيقة أننا نقدم خيرة الشباب. فوالله هذا حسين والقائد محمد وكلهم قادة، ومحمد جمال وإخوانهم الجرحى ومن سبقهم محمد بشاشة وغيرهم محمود شاهين ومن سبقهم من قادة الجماعة الإسلامية ومن قادة قوات الفجر، لأصدق دليل على ما نرفع من راية الجهاد ورفع والسعي بمشروع تحرير فلسطين. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هذا حسين الطالب الجامعي على أبواب التخرج، والله ما غرته الدنيا، إنما أراد أن يقصر المسافة، وحسم قراره وحسم أمره واختار الطريق الأقصر، واختار طريق ذات الشوكة لكنها سهلة يسيرة، ومضى إلى ربه فما غرته الدنيا وما غرته الألقاب ولا الوظائف ولا السمعة ولا المناصب، فالتحق بقوات الفجر وهو الشاب الوسيم الذي فتحت له الدنيا بأبوابها على مصراعيها، لكنه كان يعشق ويردد قول حبيبه عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ما قدمناه من ثلة مباركة من شباب الجماعة هو دفعة من الدفعات المعدة بإذن الله إما للحظة التحرير، وهذه ثقتنا بالله عز وجل والنصر المؤزر، أو للحظة الشهادة لنكون سويا مع إخواننا على أرض غزة. وإنني أقول رغم الاتصالات التي انهمرت علي من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس يعزون أو يهنئون بالشهادة، وأنا أشعر بأن ما قدمناه لا زال يسيرا قليلا في جنب ما يقدمون في كل ساعة، حيث لا يوجد بيت على أرض غزة لا يوجد فيها شهيد، بل باتوا يتنافسون كيف يحوز الواحد منهم تلك الكرامة.